لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، أهل الثناء والمجد، وأحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم يا رب العالمين، إننا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. يا رب أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نستغفر الله لذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، لك الحمد كثيرا يا رب كما تنعم كثيرا، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس. يا رب العالمين لك الحمد ولك الشكر. اللهم يا من أظهر الجميل ويا من ستر القبيح، نسألك اللهم أن تغفر لنا وتتوب علينا وتستر عيوبنا. يا رب إن نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من البر والسلامة من كل إثم، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا رب العالمين، إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا حكمك، ماض فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن الكريم قائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. يا رب العالمين، يا من بيده ملكوت كل شيء،
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولسائر المسلمين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب يا كريم، نسألك اللهم أن تجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تثبت أقدامنا على الصراط، وأن تنجينا من كرب يوم القيامة، وأن تبيض وجوهنا إذا اسودت الوجوه يوم الحسرة والندامة. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم اهدنا إلى ما تحبه من الأعمال. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين ورحمة المستضعفين. نسألك اللهم الإيمان واليقين. يا رب أكرمنا ولا تهنا، يا رب اعطنا ولا تحرمنا، يا رب زدنا من الخيرات ولا تنقصنا، يا رب آثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا يا رب وارضنا، ورضنا بما أعطيتنا يا كريم يا حنان يا منان. اغفر لنا ما مضى، اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله. نسألك اللهم خير المسألة، ونسألك اللهم خير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. يا رب يا كريم، ثبتنا يوم القيامة، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل منا أعمالنا وصلواتنا، واغفر لنا خطايانا وسيئاتنا. يا رحمن يا رحيم، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب يا كريم، إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة. نسألك يا ربنا نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترزقنا عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم يا رب العالمين، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اغفر لنا إذا أمسينا، واغفر لنا إذا أصبحنا، واغفر لنا إذا أضحينا، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، اغفر لنا جميع ما مضى، واعصمنا فيما بقي، وارزقنا عملا زاكيا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لك أسلمنا
وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اعطنا إيمانا صادقا ويقينا خالصا. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولآبائنا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا وأقاربنا ولأصحاب الحقوق علينا، ارحمنا أجمعين. واحشرنا يوم القيامة، احشرنا مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، واجعلنا بجوار نبيك المصطفى. اجعلنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اجعلنا بجوار نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا، إن اليأس قد أحاط بقلوب بعضنا، وأنت يا ربنا علمتنا عدم اليأس من رحمتك ومن عفوك ومن كرمك. يا ذا الجلال والإكرام اجبر قلوبنا، اختم بالصالحات أعمالنا، عافنا واعف عنا وسامحنا، وتجاوز عن سيئاتنا وبدل سيئاتنا حسنات. إنا أنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا إلهنا عن جنابك، فإن رددتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. يا رب أنت مقصودنا، أنت الرب المعبود، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا. يا رب إننا نسألك في هذه الساعة أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. نسألك اللهم أن تفرج عنا وعن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك اللهم أن تنصر المسلمين في كل أرض يذكر فيها اسمك. انصر إخواننا في فلسطين نصرا مؤزرا، انصر عبادك فوق كل أرض وتحت كل سماء، والطف بحالهم واحفظ أعراضهم وآمن روعاتهم، وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم واقبل شهداءهم. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، رب المستضعفين، فلا تكلنا إلى أنفسنا، لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا رب العالمين أجب دعواتنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا. يا رب إنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.